الو، اهلا بيبي. عيدت امك؟ ايه عيدتها روحي. كتير منيح. وماما؟ امك؟ لا والله هلا كنت بدي اقول لها. لك عن امي بدك تنسى تعايدها. اسمع شو، هلا بتسكر وبتروح بتتصل فيها وبتعايدها، والهديتين اللي تقالي اللي مثل بعض لا تنسى تجيبون. باي باي. ادق عايد حماتي لان هي سبب سعادة حياتي. بونجور مامي، كل عام وانتي بخير. توفشيني عنجد؟ لك شفتي قصي شو بيحبك. بس ليكي ماما، هي المعايدة مو محسوبة. بدي اجي انا وياه لعندك ونعطيك الهدية بالبيت. لك طبعا محرزة، لكن شو، لا تخافي. ماما عم بندق الجرس، ليكي برجع بحاكيكي. يلا باي. مرحبا. اهلي. كيفك؟ كيفك؟ تفضلي. ها شربتي قهوتك ولا لسا؟ ولو شربتها بنرجع بنجدد. تفضلي. قلت لحالي بيجي على بكير وبسلم عليكي قبل ما تلتهي بالمعايدات، لانه بعرف انه اليوم عيد الام. ايه والله يا حبيبتي، هلا بس بده يجي قصي بنروح نعايد امهاتنا. تفضل. يا حسرتي على اللي ما اجاهن اولادي عايدوهم. بتعرفي رولا، بنت عمي تجوزت وقت كانت بعمرك، وضلت سنه الله ما طعم اولاد، فجوزها جن جنانه عليها وبيت حماها كمان، والكل اصر انه تروح تشوف دكتور، وجوزها هددها قال لا اذا ما راح تجيبي ولد بدي احرق قلبك واتجوز عليك 3 نسوان. قام المسكينه يا حرام راحت وشافت دكتور وحللت وما طلع معها شيء، بس وقت واجهته لجوزها انه هو السبب عصب وجن جنانه عليها وراح ضربها على بطنها وخلاها بحياتها ما تجيب ولد. الله لا يوفقه. صحيح ولا انتي وقصاي ما وصيتونا على شي بيبي صغير هيك كربوش يفرح قلب امك وامه؟ ها؟ ما بدك تشربي قهوه؟ رح قوم حط الدولي على النار.